بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوغستين في سلسله حلقات الصوم الكبير. هنتكلم فيها النهارده باذن ربنا حلقه الجمعه عن الاتكال على الله، لوقا 11 من عدد 1 لعدد 10. واذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال له: متى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات. علاقة المسيحيين بالله مش علاقة عبودية ولا بنوية بس بالتبني، ولكن الاتنين مع بعض. وربنا قال: لا أعود أدعوكم عبيدا بل أبناء. ده ملغاش فكرة إن هو ربنا وهو إلهنا وله العبادة، بس رفعنا المكانة عظيمة إن احنا نقول له يا أبانا، لأن المفترض إن الأب بيهتم بأولاده في كل حاجة، والأم هكذا أيضا. ليتقدس اسمك، يعني نفسنا اسمك ده يكون موجود على لساننا على طول في الحاجات الكويسة، ويتمجد ويتبارك. وفي الترجمة القبطي معرف توفن جي بكران صيغة التمني: ليأتي ملكوتك، في الإبتي مارس ينج تكمة أورو: ليأتي ملكوتك، نفسنا ملكوتك يا رب نعيشه على الأرض، زي الآية: ها ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله بيبتدي معانا من هنا واحنا عايشينه هنا، بيستمر معانا في السماء مع الله. بيت هناك معرف شوبي: لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، تكن مشيئتك. دي ما بتوصلش ان احنا بنوصل 100% ان احنا نمشي تبع مشيئة ربنا غير لو احنا طلبنا منه، لكن في امكانك وفي حريتك ان انت تمشي مع مشيئة الله وان انت تمشي عكس مشيئة الله. لكن لما تطلب ان مشيئتك تنطبق مع مشيئة الله، هتسلك زي ما الله عاوز. لكن لو مطلبتش ومشيت كده، تمشي بإرادتك الحرة المطلقة ان انت عايز تعمل دي ولا مش عايز تعمل دي. بيت هناك معرف شوقي: ايه مفريتي خانت في نمه غيم بيكاهي، كما في السماء كذلك على الأرض. زي مشيئتك يا رب متطبقة، والسماء كلها دلوقتي بتطيعك، ومفيش حد بيغلط ولا حد من الخلائق الموجودة السماوية قبل السقوط في الوقت الحالي. نفسنا احنا نعمل مشيئتك وما نقعش. نفسنا كل الناس تعرفك حق معرفة. نفسنا تفتح عيوننا ونكتشف عمق جديد في التعامل معاك. بين اوي كنت راستي مي في نار انفو، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اعطينا كل يوم، او خبزنا الذي لغد لهذا اليوم اعطينا، كفينا يا رب. كيف لنفس جوعانة نفسيا وماديا أن تطلب منها أن تكون شبعانة روحيا؟ صعب صعب. دورنا على الأقل بالنسبة لنا احنا كمسيحيين، أو بالنسبة للإنسانية عامة، اللي عنده أكيد عنده عشور، يدي العشور لمستحقيها مش لأي حد.
ويدقق خاصة في الخدمات الكنسية اللي بتروح لها التبرعات، عشان مش كل خدمة كنسية بتحصل فعلا ان التبرع يروح لها بطريقة سليمة. تركز مع الشخص الأمين اللي فعلا هيوصل التبرع ده لمستحقيه حقا، عشان تشارك بفلوس الله في سداد الموضوع ده. ربنا عندنا الشبع، هو شبعنا في كل حاجة. الآية دي بتفكرني بقول القديس أغسطينوس اللي بكرره مرارا وتكرارا: لقد خلقتنا يا الله ونفسنا لن تجد راحة إلا فيك. أنت الشبع الحقيقي. أي علاقة، أي حاجة بنعملها، أكل، شرب، جواز، شغل، لو مفهوش ربنا بتحس إن أنت جعان. وانا حسيت كده كتير في احساس شغل، احساس خدمة، لما تلاقي مكان في الخدمة مفهوش ربنا تحس بنفور، تبقى نافر من المكان ده. واغفر لنا خطايانا لاننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا. مغفرة الخطية تستوجب ان انت تسامح الناس دي، اوكي، بس لو سمحت، قلنا في حلقة سابقة، لو العين دي بتعسرك، لو الرجل دي بتعسرك، لو اليد دي بتعسرك، اقطعها، سامح وتجنب الشخص ده، عشان ما تتحطش في موقف ان انت تلاقي نفسك داخل في مشكلة او عثرة اكبر او تعب اكبر. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. يا رب معناها دي ان انت ما تسمحش ان احنا نقع في ازمة، كارثة شريرة، انت قادر تنقذنا منها. ولو الشيطان حاول يأذينا، لو سمحت، كله تحت مظلة ان انت ضابط الكل، بندوقراتور، فانت اللي قادر تخلصنا. يا اللي عملت كده مع يوسف الصديق وبعد 13 سنة خليته الرجل التاني في مصر، والرجل التاني في مصر في وقتها كان يعتبر التاني الرجل التاني عالميا، لأنه كل العالم يتذلل طلب أكل من مصر. ما ربنا كان قادر يعمل كده، هوب يا يوسف اطلع راجل تاني. لكن في خطة ربنا واضح، يا يوسف هتطيحها، اوكي، يا يوسف مش هتطيحها، هتلاقي نفسك هتغلط مع مرات فوتيفار، هيبقى اخرك بيت فوتيفار وممتلكاته. سوري يعني كلام فارغ، لكن ده انت انتصرت روحيا وانتصرت نفسيا واجتماعيا وماديا. ربنا بيدي بركات هنا وبيدي في السماء، بيدي عقاب هنا وبيدي عقاب في السماء. هو انتصر جزء بالمسيح يسوع ربنا اللي بيتقال في الكنيسة القبطية أو بعض الكنائس اللي بتذكره، في الأغلب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بس أو الكنائس اللي معاها الأثيوبية والإريترية التابعين للكنيسة القبطية في نفس المظلة، بيضيفوا الجزء ده لأنه مفهوم ضمنيا إن الكلام ده حصل نتيجة ليه؟ إن المسيح هو اللي نفذ الموضوع ده، إلهنا بتجسده وفدائه وقيامته وصعوده. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر
سفر وليس لي ما أقدمه له. صديق جالك في نص الليل قال لك سلفني عشاء، سلفني 3 رغيف، يعني في صديق ليا جالي على غفلة وأنا مش معايا أكله. فجيت قلت له فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم أعطيك. قال لك يعني مش وقت دلوقتي. أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. لو هو مش هيديله نتيجة إن هو أصحابه كده، هيديله على الأقل يريح دماغه. وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرأ يفتح له. وفي اللغة القبطية باينة أوي، أنوك هو تي جو إموس نيتين جي أي تي تارو تي نيتين شيني تارتين شيني تهم تارون نيتين اون غار نيم اتايتي فنا جي افغو بتشو بتشيني افنا تشييني افغو بت بتهم سينا وان ناف. معلومة لحضراتكم ان الفيرب هنا جاي في زمن المستقبل البسيط القريب، يعني بمعنى يعتبر شبيه بالحاضر، يعني بمعنى الاستجابة اللحظية، ودي اللي في فيديو اللي هتلاقوا حضراتكم عامل فيه رسالة للأنبا بفاني صلى الله عليه نفسه كان قال الجملة دي، وقال طلب ترجمتها في وسط ما كان عامل ندوة في الكلية الإكليركية، وقال لي قال لينا كلنا ترجمه. فمن الترجمة عرفت أجيب الترجمة، وقلت له يعني استجابة لحظية حالا، اسألوا تعطوا حالا، اطلبوا تجدوا حالا، اقرأوا يفتح لكم حالا. طب حالا دي معناها ايه؟ الله لحظيا بيستجيب صلاتك، يا اما بيستجيب صلاتك برفضها، يا اما بيستجيب صلاتك بقبولها، يا اما بيستجيب صلاتك بتأجيل استجابتها. قابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور أوجستين رجاء محبة. مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق والجديد على القناة، ضغط زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. شكرا وصلوا لايك. سلام.